قريب يا فرد قريب قريب. طيب يا اخوانا، يمكن في لو لاحظتوا حاجه في الحفلات دائما يعني تلقى الفنانه بتكون بتغني بتقول لك انا ما بيصفق ان شاء الله ما يعرف. البنات كلهم بيصفقوا يعني زي الفنانه اللي دعوتها مستجابه كده خلاص يعني بعد ذاك. انت فهمتني؟ الليله سعيدين جدا نكون بيننا. قلت الليله ثاني الليله دي برضه يقع. الليله سعيدين جدا نكون بيناتكم. الليله حلقه حتكون مختلفه شويه كده، لكن هي ما قضيه كبيره، هي قضيه عندها علاقه بالذوق، عندها علاقه بالسمع، عندها علاقه بالامزجه. بقول لك دائما المزاج لا يناقش. يعني تلقى الناس دائما الشباب تلقاهم عندهم علاقه دائما بالاغاني بتاعت شنو؟ بتاعت كده كررررتررتر داش بقول لك يا اخي دي اغاني يا زول راجحه. يعني انا ما اتكلم عن اغنيه هابطه ولا ما هابطه، دي ناس عندها متخصصين فيها. انا متخصص في الحته دي، الكلمات سمحه ما سمحه، الالحان سمحه ولا ما سمحه، كل زول بيختلف عن الثاني. لكن يعني الميول الاكبر عند الشباب بقى الاغاني بتاعت الزنك. بقول لك الزينك دي انا ما عرفتها الا من خلال الاغاني دي. يعني مثلا يقول لك يلا مثلا خشت الغنية بتاع شنو وتاك تاك تاك ريب وكلا كان 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 بقت الزوج عامل كده. ده جزء اللي هو دائما بيكون بعدين في غبار، يعني في غبار ملاحظ بالحفله نهايه الحفله. يعني مثلا الفنان بتاع الكتمه ده معروف بيجيبوا لك بيبدا الغنيتين الاوائل العاديات، الغنيه الثالثه شنو كده بسخن حبه، الغنيه الرابعه طلقوا مشى هنا، الغنيه الخامسه دي ثاني انت لا بتشوف الفنان لا بتشوف العرسان لا بتشوف الشباب لا بس بتكون شايف غبار مدينه الضباب لندن. انت فهمتني؟ المهم كميه كبيره من الحاجات دي عندها علاقه برضو دي مع اغاني حقتنا. بقى في نوع ثاني دي اللي عاملين فيها مثقفين كده، بقول لك الاغاني فيها يعني كاش بس بس فش فش كده، وتلقى الناس بترقص وبعدين عامله كده، بعدين الكتفين دي بيكون مرفوعات كده لازم جوك جوك جوك، وبعدين بتمرصعوا كده يتمرصعوا. دي طبعا في الغاموس انت فهمتني يعني شنو؟ الواحد كده بيكون دخل في بعض وجمارك بيغادي بتاعته اللي اسمها ده باراكيلا بيس كالو بلوفو رف شيش فيش. اللي بيقول رف في شيش ده السامع ما بكون عارفه هو بيقول في شنو، يمكن بينبس فينا، يمكن بيتكلم عن الطيور انت فهمتني، ولا بيتكلم عن انت فهمتني، ولا ممكن يكون بيتكلم عن الحب، ممكن يكون بيتكلم عن زياده البحر انت فهمتني. كل ناس عنده، لكن انت ما فاهم الزول ده بيقول في ناس فاهمين بيقول لك اور الله الانجليزي الافلام ذاك انجليزي المطار الناس بتكون لقطت لها كلمه كلمتين، لكن هو ما بكون قاصد كده لانه في مترادفات والكلام ده كله. لكن دائما يعني شنو هو ذاته الاغاني الغربيه بتختلف فيها الاغاني الزنقه او الزنق ديل، وفيها الاغاني بتاعت الرومانسيه بتاعت في شو تلقى كزول عامل كده وعنده الغمدوده، الغمدوده يعني غمد عينه كده. وفي الاغاني شنو بتكون متوسطه بتكون كده كاك 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 رقصتها واحده ممله غلط دج 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 دو 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 الحياة زي دي. في الكعبة دي بتاعت كيش بلا باب برات شوف تلقى الواحد طار فوق جي وقع بهنا وشو بتاع الغريبة زول بيعمل ده كله لما نيجي يصلي الصبح بيتعب ركبينه بيكون انتهن يعني ما بكون ناي، لكن في الرقيص ده بيقوم سداري انت فهمتني. المهم الشباب واختياراتهم دي حاجات بتعود لهم هم، لكن وين الغنى السوداني بتاعنا؟ وين هويتنا السودانية بتاعتنا؟ وين المفهوم بتاعنا السوداني؟ وين الكلمات والألحان اللي تعبوا فيها ناس كتار؟ وين شبابنا اللي بيغنوا لسه ما جذبوا الناس لأغانينا؟ لأنه غالبية الشباب يا كتمة يا غربي. هل نحن غنانا نافع ولا ما نافع؟ ولا غنانا سمح ولا غنانا كعب؟ ولا هم اتجهوا ليه؟ ولا هي ثقافة مستلبة؟ الكلام ده كله حنعرفه بعد الفاصل. تقراي أبقى مارك فدرت غريب. الغناء السوداني القديم بقى ما مشهور ما معروف.
لا هو مشهور لكن بس ان احنا ما قادرين يعني انتوا الشباب ما قادرين تتصالحوا معه، ما مشهور وما معروف. والله كويس يا اخي، لكن نحاول نلمعه بصابون. والله طبعا يا اخي الناس بيقولوا يميلوا للغنى ده لانه هو الغنى المطرب يعني غنانا ما مطرب، لا غنانا فيه طرب والله، غنانا فيه راقيص والله، الفنانين دي من زمان بيرقصوا وبغنوا. انت فهمتني؟ والله صراحه يعني كده الكتمات ممتعه يعني. والله بيني وما بينك الكتمات ممتعه، وتلقى الزول نايم مغمض وعرقان وشغال فيلم بس. الناس دايره تهيج ودايره ترقص ودايره يعني تطلع جواها. والله احنا جوانا حاجات كثيره ما مرقت. انت فهمتني؟ ما قاعد اسمع الاغاني الغربيه يعني، بشوف ضياع للهويه بس يعني، انا كسوداني برجع للاغاني الشعبيه وكذا. والله بصراحه الغنى السوداني ده، والله العظيم الكلام بصراحه ذاته سمح، الكلام بصراحه الغنى السوداني ماله؟ غنى ما فيه كلام. ما فيه كلام، ده الكلام الصح، الغنى السوداني ما فيه ولا كلمه. لكن الغنى المفروض تتطور. يعني تبقى شنو؟ تبقى غنية سوداني تتطور، ده انا ما فهمتها، لكن يا زول ما قصرت. والله الناس دي بتحب الزنق، وانا هقول انا بنحب الزنق ذاته. الاعتراف بالزنق فضيله. لانه الغربي والكدمات دي بتولد الحماس في الزول. الحماس، الحماس ليه؟ احنا ماشيين نحارب ولا شنو؟ ما محتاج الى حماس القصه، رقيص يا ترقص يا تتعشى. لانه الغنى القديم اتناسوا. اكثر كلمه صح، الغنى القديم اتناسوا، مش الغنى القديم براو، حتى مبادئنا وغيامنا اتناسوا. انت فهمتني؟ روح الوطنيه فقدت. يا ريت الوطنيه ما تكون في الغنى بس، تكون في حاجات كثيره، لانه الوطن اكبر من غنيه. انه ما في حاجه يعني الشباب يستمعوا لها. لا ما في حاجه الشباب يستمعوا لها، معناها يستمعوا طوالي حقت الغربي وكاس ربينا فاس زي ليه يعني؟ ما في داعي. لانه الشباب ما بيحبوا يعني الاغاني السودانيه، الناس كلها متجهه للاغاني الحربيه والغربيه والموضه والسيستم والحاجات دي. زي السيستم ان شاء الله عادي، يا الله اي زول لابس بنطلون سيستم زي السيستم حارجوا فيه الرق البوضه شويه كده بدوش الشباب زي ما بقولوا. يلا بدوش الشباب، الله يكفينا شر الدوشه، يا خير ندوش بالغنى من ما ندوش ب انت فهمتني؟ والله يا سلام عليك، شو الكلام ده كثير، خلاص اجابه صحيحه والله. ما قلت لك اجابه صحيحه. بقوا كلهم فنانين جداد حاجة زي دي كده، بيقولوا كلهم فنانين جداد وحاجة زي دي كده، يعني شنو يعني مثلا؟ ما يا زول كويس والله أنا معك. والله يا أخي نوع من الفقدان بتاع التراث، زي ما قلنا إنه الفقدان بتاع التراث بيسبب حاجات كثيرة جدا. ممكن نفقد التراث لكن بس ما نفقد. فهمتني؟ والله فهمتني. لأنها بيستمتعوا بها وفيها هجيج وفيها طرب. المتعة والهجيج والطرب مرتبطة بالزنق، ده غاموس جديد. لانه الاغاني دي هجيجه احلى من الهجيج حق الاغاني السودانيه. عليك الله، ربنا يوفقنا ان شاء الله، شكرا. لانه الاغاني الغربيه احسن من الزنك. الاغاني الغربيه احسن من الزنك، يعني احسن من تقق كويس، ما بطال. اها. لانه الكتمه احلى من الغربي. يعني الكتمه احلى من احسن من الغربي، والزنقه من الغربي احسن. يا حليلك. اي زول ذوقه. بس يا هنايا اي زول ذوقه، ما بنناقش عشان الناس ممكن تستمع للموسيقى بس. ده اكبر تعبير يعتبر جميل. ليه اكبر تعبير يعتبر جميل؟ انت فهمتني انا قلت كلام كعب؟ لا يعني ده تعبير يعتبر جميل كويس، خليها كده مرتبه، لانه يعني المزاج لا يناقش، كل زول ذوقه. يلا ذوقك كتمه اكتم. عليكم الغاموس السوداني بتاعنا الليله، حنتكلم عن حاجه عندها علاقه بالموضوع بتاعنا ذاته. يعني الليله اتكلمنا عن الذوق بتاع الشباب. والله يا اخوان يمكن كلام الشباب يعني نوعا ما في ناس منطقيين، وفي ناس اتكلموا برضو عن رايهم وعن حياتهم، لكن في النهايه يعني ده رايهم، يعني في النهايه ده رايهم، والناس عندها راي مختلف ولا راي ثاني، كل ذو الحر للبرنامج ده حق الناس كلها. الكلام في الغاموس الليله او الكلمه بتاعت الغاموس الليله عندها علاقه بالحفله الجبيل. بقول لك زنقه. زنقه يعني احنا ذاته اكتشفناها انه ما حقتنا برانا، ناس تانين عندهم زنقة، اللي هم مثلا في اللي تذكروا الغزافي لما كان بيقول لك كده بتاع، نقول للشعب الجماهيرية الليبية شفتونا وجدتكم 2 مليون راحين، من أنتم؟ سنطهر ليبيا شبر شبر، دار دار، بيت بيت، زنقة زنقة. الزنقة أصغر من البيت، يعني بتكون زقاق. بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، زنقة زنقة. ده عند الليبيين. عندنا نحن الزنقة عندها كم معنى، وعندها كم مفهوم، وعندها كم راي، وعندها كم حاجة. يعني مثلا الزنق اللي هو المأزق، ده باللغة العربية الفصحى يا ولد، المأزق. انت فهمتني؟ الزنقة مثلا عندها علاقة بانه زول مثلا يتعصر في حاجة،
الزنقة عندها علاقة مثلاً بأنه زول مثلاً حصلت له حالة بتاعت شنو بتاع الضيق، يعني الضيق معه عصرة معه مأزق، الثلاثة ممكن تسميهم زنقة. والزنقة ممكن زول يقول لك أنا مزنوق في حاجة، معناها الحاجة دي محتاج لها شديد، أو مزنوق لزول في حاجة محتاج له شديد. في مثل شهير بيقول لك ثلاثة ما تنساهم، زول نساك في زنقة وزول ما نساك في زنقة والزول الزنقك ذاته، ديل كلهم ما بتنساهم كله. المهم نحن دا نعرف زنقة يعني شنو، الشباب عارفين عنها معلومة مختلفة تماما عن اللي قلته. نتابع مع بعض تقرأي بقمارك تارارات عليكم. زنقة يعني كتمة، كلامك صح. زنقة يعني كتمة يعني، بس زنقة يعني كتمة يعني ما عنده علاقة بالكلام اللي أنا قلته قبل. زنقة دي معناها كتمة وهيجة وملك العصب وكذا يعني. يعني كتمة عندها هيجة وكتمة أو زنقة وملك العزف، يعني الزول بيعزف بيقول لك فو فو، ده ملك العزف. عادي أنا ببقى ملك العزف يعني شنو. زنقة يعني هجيج وكتمة ورقيص والناس تكون مستمتعة، حاجة بالشكل ده. حاجة بالشكل ده دي مختلفة تماما عن الكلام اللي أنت قلته، تأكيد على أن كلامك صحيح. يعني هيجة هيجة يلا كتمة. الحمد لله. زنق دي معناتها كتمة، معناتها عصب. كتمة عرفناه، عصب شنو يعني؟ هسه زول يقول لك مريض كتميا ولا مريض زنقيا، زول عنده اعصاب ده. انت عصبتني. زنقة في شباب سودانيين بيقولوا لها كتمة، وفي نوع من الشباب بيقول لها ضربة، وفي نوع من الشباب بيقول لها زي ما بقول لك عصب. وفي من الشباب عارفين انه في عصير ضربة وعصير نص ضربة. رهيب. زنقة يعني طرب بس ما اصيل، حاجة الفايرة كده. اللبن بيفور ليلة ما اخذته في نار، لكن هنا الناس بتجيب اللي يروح براها. انت فهمتني؟ الاغاني الحابطه. والله يا اخي ده كلام مسؤول منه انت صراحه. حاجات كده يا زول. تمام معاك 100 يعني كتمه. يعني اصل حتى الناس متفقه 4 قالوا كتمه وانت الخامس. لا يعني هجيج. هجيج تيك تيك تيك. الهجيج زمان عند الناس يعني بيكون يده مشت كده، لكن الهجيج يس بتلقى اليد جنب الكراع. انت فهمتني؟ قومه وقاعده كده. الموضوع لما نعمله له قومه وقاعده ويكون موضوع ميت بيكونوا اخرونا. رقيص هجيج. رقيص هجيج فعيل. دي جي يعني. دي جي. الله. أغاني بتاعت التمتم حقت الرقيص الهايج يعني. التمتم عنده علاقة ب يعني الرقيص الهايج وما دي مع كتمة، لكن يعني شنو العروس دائما بيرقصوها بالله. إن شاء الله بناتنا كلنا يعرسون. قول أنا آمين. هجيج وأغاني حلوة. حلوة شديد إن شاء الله ربنا يحفظها. طرب بمعنى ناس بيقول لك زنقة طرب. في ناس بيقولوا معنى. طيب ده واحد. في ناس تاني بيقولوا شنو؟ في ناس بيقول لك زنقة رقيص يعني زنقنا. زنقة رقيص يعني زنقنها كويس يعني. ديل اثنين. انت رايك شنو في ديل؟ وهي زنقة بمعنى كتمة. بس ما شاء الله يعني بحثة والله. حقاني صاخبة يعني. الصخب والصخوب دائما بيكون الازعاج. عمر عمل لنا حركة في الموضوع ده. الفنانين كثيرين يعني، والفنانين جميلين، والفنانين بيختلفوا من فنان لفنان. والفنان في فنان مثلا شاب، وفي فنان كبير، في فنان اسم، وفي فنان نجم، وفي فنان بيبني في اسمه يعداب، وفي فنان يعني حواري، وفنان حيرة، وفي فنان الحلة، في فنان الشباب، في فنان الأصحاب. كل زول برغمه، كل زول بنجومته، وكل زول بيتمنه. إذا أنت بقيت فنان، العداد بتاعك حتكون كم او حيكون كم؟ ده حنشوفه بعد شويه، لانه الشباب فاجئوني تماما. عداداتهم ناس كثيره وناس شويه كده. ما احرق الكلام، شوفوه مع بعض. تقرا يا ابو قماري. قربت عليكم. ايه كان عدادي حيكون كبير شديد. ايه يعني كم؟ ايه دي يعني بكون بالضرر. انت فهمتني؟ والله عدادي اقل حاجه 5 مليون. اقل حاجه 5 مليون، واكثر حاجه ممكن والله كويس يا اخي. والله انت راعيت للناس. في ناس عدادهم 150. انت فهمتني؟ اوه يا زول كثير يا اخي. اوه يا زول كم يعني حيكون؟ على الاقل 30,000 40,000 يعني. وحالتك مبتدي؟ حالتك مبتدي يعني انت بعد سنتين حتبقى 140. الله يا اخي انا ما عندي نيه ابقى فنان. والله شوف كل زول وذوقه. ما تبقى فنان مو الفن ذاته مقومات. في فنانين بيغنوا وواحد ذاته اللي يلا عمر شوف اللي بعده. هو مدير الاعمال، هو اللي بعمل العداد وكذا. انا ما كنت استقبل العداد بداية. يا ولد انت عملت مدير اعمال ولحد هسه انت ما غنيت كوبلي؟ حوالي 25 كده. والله يا بتغطي معك العازفين 10 وانت 15 امورك وضحت. والله يا كثير يا. كم يعني كثير يعني حيكون كم؟ وريني. 2000. ليه احنا يا اخي دي 15 مليون كده. مناسبه مناسبه.
والله قال لي انا بشتغل له ب 20 مليون والله كلامك كويس هذا او يا ما في طب والله ما بتمسك يعني بالسهله الله بكرهها كرهها السهله دي وبعدين بعد تنزل من الركشه يقول لك يا حبيبتي ما اتفقنا عليه كده قوم من 50 وقدام 50 وقدام قدام دي يمكن تحصل 2000 100000 دولار والله يزول يجيبك ما في عامد من 3 وكده يعني والله انت مناسب ورايح حالة الناس وظروفهم والغلاء الحمد لله 1900 800 انت فنان الحيرة يا اخوي بعد شوية كان عصرك وتشتغل بالعشاء ما حتمسك والما عنده حبابه والله دي كلمة والله خطيت الكلمة ان شاء الله بعدين تبقى فنان ونجيك وما تخزينا والله حيكون كبير تمام 2.5 مليون والله يا هول بيضحك هنا 2.5 مليون تمشي بيها وين 3 مليون زدتها 500 والله بصراحة حياتيش الجمهور يعني يلا اندهشي والدهشة جنى الحمر 10 مليون تمام ما قصرتي قريب قريب طيب الفقرة الجاية والله إننا زي ما قلت للناس رسلوا لنا الفيديوهات بتاعتكم الناس ما رسلت لكن سبحان الله لما نمشي حتات برانا لما نجي نصور بيجينا فيديوهات من ناس أصلا صوروا معانا المرة دي لقانا زول جميل واحد من الشباب وصوت خرافي يعني صوت جميل أنا استمتعت جدا بالصوت ده وإنتوا حشوفوه بعد شوية غنى أغنية للراحل المغيم في دواخيننا الجميل عبد العزيز محمد داود يعني طيب الله وسراه وفنان كان عنده شعبية كبيرة وكان كوميديان ومسرحي وفنان في نفس الوقت وكان محبوب جدا وكان من ظرفاء المدينة وكان فنان متكامل وصوت مختلف تماما عمر لو سمعنا حاجة من عبد داود حنسمعه دب داود يمكن غنى الأغنية الجميلة دي ونفس الأغنية دي غناها الشاب ده بدون مؤثرات بدون ساوند بدون أورج بدون أوركسترا بدون لكن معه شيالين احنا كنا شايلين معه والشباب يتفاعلوا مع القصة دي شديد تاج الأصفية غنى أغنية جميلة جدا يعني حقت الليل والقمر ضدين اكتمل خلاص أنا شكلي أنا حال نشوف تاج الأصفية ونجي راجعين مع بعض تاني شكرا أرشغتني عيونه أجذبتني في نونه وبقيت مجنونه من أول نظرة أرشغتني عيونه أجذبتني في نونه أهي أول نظرة لما أخذ حذرا غير أني هويت في قلبي أويت قدرت جماله وغراني دلاله قدرت جماله وغراني دلاله أي قدرت جماله وغراني دلاله قدرت جماله وغراني دلاله أي أوريه في نوني الحفلات جميلة والغنى مختلفة الناس اختلفت فيه يعني في ناس بيقول لك الغنى حرام وفي ناس بيقولوا حلال وفي ناس بيقول لك المزيكا اصلا ما 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 صح في ناس بيقول لك المزيكا كويسة وفي ناس بيقول لك يا اخي الغنى ذاته بيختلف في غنى كويس وفي غنى كعب في ناس بيقولوا هابط وفي ناس بيقولوا ما هابط في النهاية امزجة وازواج واراء واختلاف وطوائف واديان ومسائل كثيرة جدا هو موضوع كبير شديد نحن ناقشناه في حاجة بسيطة لكن ده رأي الشباب وده رأي الناس ان احنا استطلعناهم كل زول عنده رأيه ممكن يقوم يقولوا لناس ويؤثر فيهم لكن عندنا حاجة أهم من الكلام ده كله ما معناها انه انت عجبك الغنى البرة تخلي غنانا ما معناها انه انت عجبك الغنى بتاع الكاكاركاك بتاع الكتمة ده تخلي الغنى الكويس أو الغنى السوداني الهادي لكن يبقى في حاجة كبيرة جداً غنانا دي هويتنا أكننا
هويتنا، شرابنا هويتنا، حبنا لبلدنا هويتنا، حبنا لبعض هوية كبيرة جدا. والهوية الأكبر من دي كلهم يظل السودان بكل ما يحمل من كلمات ومعاني هو الحب الكبير. المرة دي ما حقول تنك تنك، حقول تيرا 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 تكا كا 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 أبقى مارك تنك تنك تكا تنك 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 تنك